السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو سريع جدا هنعمل فيه الفوم او رغوة النسكافيه اللي انت شايفينها الحلوة دي بحاجة حلوة جدا. والاداة اللي انا هستخدمها النهاردة حابين تعرفوا جبتها بكام وازاي ومنين، هسيبها لكم في صندوق الوصف الفيديو ريفيو عنها. ويلا بينا كملوا معايا الفيديو الاخر. شايفين كوباية النسكافيه القمر اللي شكلها يفتح النفس، عملناها في اقل من 20 ثانية. ما تنسوش بقى لايك 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 للفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. يلا بينا. اول حاجة هحضر ما في الكوباية معلقة سكر ومعلقة ونص نسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، وهحط عليهم شوية مية سخنين وهنقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب. انا هستخدم النهاردة عشان اعمل الفوم الحلو ده، انت تقدري تستخدمي المضرب البيض الكهربائي العادي جدا، بس انا بستخدم اللي هي المضرب اليدوي اللي انتوا شايفينه ده، بيعمل معايا فوم حلو جدا، بيفضل موجود معايا لحد اخر نقطة في الكوباية. الكوباية بتخلص والفوم والرغوة بتفضل موجودة. عايزين تعرفوا ريفيو كامل عن المضرب الجميل ده وسعره وجبته بكام ومنين، هسيب لكم ان شاء الله ريفيو من قناتي التانية، لانه يسعدني اللي لسه ما اشتركش فيها اشتركوا فيها عشان ان شاء الله تشوفوا فيها ريفيوهات عن منتجات حلوة جدا انا جبتها ان شاء الله تستفيدوا منها. شايفين في اقل من 20 ثانية المضرب عمل لي فوم حلو جدا، ولونه افتح، شايفين ازاي؟ بجد تحفه. وزي ما قلت لك لو انت مش متوفر عندك المضرب اليدوي ده تقدري تعملي نفس الخطوات بس بالمضرب الكهربائي، لكن المضرب اليدوي ده بيوفر عليا ان انا بعمل كوبايه كوبايه. هبتدي بقى اصب الرغوه بتاعتي في المج اللي انا هشرب فيه النسكافيه، وبعد كده اكون محضره كوبايه لبن مغليه جدا. في ناس مش بتحب النسكافيه باللبن وبتحبه بلاك، تقدري تستخدمي بدل اللبن ميه مغليه. هبتدي اصب بقى اللبن بالراحة جدا. شايفين اصلا الكوباية النسكافيه شكلها يفتح النفس، وهتبتدي تدي معانا طبقات كده شكلها حلو جدا، وعملنا كوباية نسكافيه تشربيها على الصبح كده بمزاج قمر قمر قمر. انا بقى بحب ارش عليها شوية شوكولاتة مجروشة او شوكولاتة فارماسيل، وبعدين بصراحة بحب طعم البندق معاها جدا، فانا بحب اكون مكسرة شوية بندق كده على جنب ورشهم من فوق الوش. اولا بيدوا لوك حلو جدا وطعم ولا اروع، صدقوني جربوه. عملنا كوباية نسكافيه احلى من اي كافيه ممكن تشربيها منه بره. يا رب الطريقة بتاعتي تكون عجبتكم. ما تنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وشير مع كل اصحابكم. اشوفكم على خير، سلام.